خير؟ شو القصة مرت عمي؟ ليش بعتي وراي من وش الصبح؟ شوفي أكيد ماني قاتلي حالي لحتى أتصبح بوشك، بس ما في غيرك لأسأله. بدي أعرف شو صار بالمصاري اللي أبوكي بعتلي إياهن مبارح مع حضرتك. شو؟ شو؟ يعني يلا هاتي أعطيني إياهن لشوف، وين حاططيهن؟ مرت عمي، أنا مو جاي على بالي هلأ. عفواً؟ شو قلتي؟ حبيبتي أبوكي اتفق معي فهاتيهن يلا. إيه صح، بس الاتفاق على العرس، والعرس على علمي بيضم المراسم وكل المصاريف والهدايا. بس أنا لحد هلأ ما أجتني ولا هدية مثل ما كان مفروض، ومعناها ما في اتفاق. فوين هديتي مرت عمو؟ لك وافي، شو عم تعملي عندك؟ بعدي هيك هذا بإيدي كمان. لك هاي خزانتي. شو هذا مرت عمو؟ شو يعني هلأ عم تتزاكي علي؟ يلا قليلي وين مخبي الصيغة كلها؟ لك شو عم تحكي انتي؟ غريب، وين صيغتي؟ معقول يكونوا واقعين؟ لا مانن موجودين، وطعم الذهب كمان رايح من العلبة، حتى المصاري مانن هون. لا وين اختفوا؟ ميتالي، انت شفتي السيد شانتي شي اليوم؟ لا، انا رحت على غرفته لأعطيه الشاي بس ما لقيته. ليش؟ شو في؟ بيكون طلع يتمشى برا. انت ليش اكلي همه؟ لأنه سونهيري. لا مستحيل، دخيلك يا قدير، يعني وين بدهم يكونوا راحوا؟ معقول كل صيغتي وطعم الذهب مع الألماس وكل مصارية كمان مانا موجودين بخزانتي؟ كيف اختفوا فجأة؟ لك شو بكرا بشو صافنين؟ يلا اتصلوا بالشرطة، خليهم يجوا يعملوا ضبط، صيغتي مسروقة. خلاص طوري بالك شوي، فهمين على مهلك شو اللي صار. سونهيري مو بالبيت، والسيد شانتي كمان مو هون، وهلأ عمتي عم تقول إنه صيغتها مو موجودة. معقول هنن يكونوا؟ رودرا تعال معي شوي، في شي كتير ضروري لازم خبرك عليه. شو؟ امشي. باروق؟ شانتي وسونهيري شبه هون؟ رودرا هنن بيحبوا بعض، وكمان شانتي طلب من سونهيري انه ترتبط فيه، وقبل ما هي ترد عليه انا وصلت وشفتهم واقفين مع بعض، ووقتها وقفوا حكي. ايمتى هالحكي؟ ايمتى شفتيهم باروق؟ شفتهم من شي يومين. بس ليك انا حاولت اني احكي لك اكثر من مره، بس كل مره كان يصير كان شي. لازم تصري علي باروق، لازم تعملي اي شيء لتخبريني، مو تكتفي بانك تحاولي. هالحقير التافه اجا لحتى يشتغل عنا ام انا برجي له الندل. لا رودرا. باروق وينك عمي؟ شو صار؟ ليش وقفت السيارة؟ شغلي خلص هلأ. ما فهمت شو قصدك شانتي. جيبور لسه كتير بعيدة، نحنا لازم نوصل عبكير ما هيك؟ أنا ما بدي روح على أي محل. ما بدك تروح؟ عفوا. انتي بتحبيني ولا لا؟ ايه وكتير. طيب توثقي فيني؟ معناها بدك تسامحيني، بس الشغل اللي اجيت مشانه صار لازم خلصه فورا. كيف؟ سونهيري هربت ومع شانتي كمان؟ كذب، هذا الحكي مو مزبوط، لأنه بنتي سونهيري مستحيل تعمل هيك شيء، أنا بعرفها ومتأكدة إنه في حدا خطفها من البيت. بارفاتي أنت شو عم بتقولي؟ عاي أساس عم تحكي هيك؟ هي مو تاركة رسالة بتدل إنها هربت معه، كيف بدي صدق؟ ليك أخي سمرات أنا. إيه مزبوط. ليكي بارفاتي أنا بعرفك على حقيقتك، أنت ما صار لك بالقصر إلا مبارح العصر، فكيف بتسمحي لحالك إنك تحكي قدامي هيك وفوقها بتتهميها بالسرقة؟ لك بنتي سونهيري المدللة والطيوبة كيف بدها تسرق؟ طيب بركي هن هربوا من البيت واخذوا الصيغه سوا ليتجوزوا. انتي اكيد انتي اللي علمتيها هالشي وقلتي لها تاخذ كل صيغتي، وشجعتيها كمان على انها تترك البيت وتهرب مع هالشاب. مبيني انتي وعيانه لهالحكي اللي عم تقولي؟ لشو؟ شو الغلط باللي عم بحكي؟ سونهيري أخذت الأفكار منك، بس أنا متوقعة منك
انك توصليها لهي المرحلة. عبيتي مخها بالحب والحكي الفاضي، فهمتيها انه حلال، لهيك تجرأت تهرب مع واحد غريب. لك انت اللي خربتيها لهالبنت، وانت اللي رح تخربي لنا بيتنا كله. عم تهدي حالك شوي. استنى شوي رودرا، انا ما علمت لبنتك هالشي ابدا، بالعكس انا فهمته لسيد شانتي وقتها انه ارتباطهم هذا من المستحيل. وليش مين بتكوني انتي اصلا لحتى تاخدي قرار بخصوص اي حدا من عيلتي؟ ما تكوني مستشارة البيت يعني؟ شلون هيري هربت؟ هي مبارح كانت متضايقة ومتوترة كتير، وحتى عيونها كانوا حمر كتير وكأنها بكيانة لشبعانة. لك حاج تحكم بوس ايدكم. لك بنتي هربت وانا ما بعرف لوين، مع واحد ما بعرف اصله من فصله. بس الشي المنيح انه عندها اخين بيخافوا عليها ورح يرجعوها، حتى ابوها موجود ومانو عاجز، فما حدا غيرهم مضطر يعذب حاله ويعمل شي. ليك انا عم فكر بشي مهم، انه شانتي طلع بسيارته، واذا هن فعلا راحوا سوا. اذا طيب بلكي صار شي لبنتي من ورا هذا شانتي، بلكي هو اللي سرق الصيغة وخطف بنتي وابصر شو بده يعمل فيها، وقتها حياة بنتي رح تتدمر على الاخير، وهذا الشي طبعا رح ينعكس علينا ورح نخسر كل شي. ماما انا رايح ادور عليها. سمير يلا. أنا جاي أعتذر ممكن وتسامحني. لك معقول بعد كل شي عملته وبكل عين وقحة جاي تعتذر منها؟ أنا لو بإيدي كنت قطعتك شقف. إلي لشوف وينها بنتي. ما تحكي وينها سون هيري؟ أنا بشكر القدير لأنك رجعتي سونيري. أنا وثقت فيك وحكيتك بعقل، بس انت شو عملت؟ اخذت سون هيري وهربت بدون ما تشيل اعتبار لاي حدا، وحتى انا ما اجيت خبرتني شو بدك تعمل. مدام مارفاتي، لك كيف استرجعت تخطفها لاختي؟ سومير لا، هاي مشان تعلم تهرب. سومير بدك تهرب مع لك حاج بعد انا بفرجي. سمرات، نحن امنا لك وانت خنتنا. لا حاج 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 خلص بكفي هيك، اهدوا. كيف بدك انا نهدى بابا؟ استغبى كل شي فيه بالبيت وسرق امي وحاول يهرب مع اختي، وانت بدك انا لك ولا؟ خليه عمي بيستاهل، شانتي لازم يتعاقب على الشي اللي عملوه، هو لسه ما شاف شي. اخي رودرا لا، برفاتي بترجعك قولي لهم انه ما يأذوا. اخي سمرات اسمعني، انا الحق علي، هو ما عمل شي ولا خطفني، لا انا اللي غلطت صدقوني. انا اللي اقترحت عليه انه نهرب من البيت، قلت له انه منروح نتزوج لحالنا، بس هو ما رضي ورجعني من نص الطريق، وقال لي انه ما بيتزوجني بدون موافقة اهلي، وانه ما رح يأذيكم بهالشي. انا اجيت لهون لاعمل واجبي واحمي العيلة، مو لاحب حدا منكم وكون واحد من العيلة. بترجاكم صدقوني، انا ما بعرف كيف حبيتها، وأنا هلأ بدي أعتذر منكم كلكم لأني تجرأت وحكيت مشاعري. لو ما حكيتها
ما كنا فتنا بهي العلاقة وصار اللي صار، ويمكن هي كمان ما كانت انتبهت إنه بتحبني. أنا بعرف منيح إنه ناس مثلكم صعب تتقبل واحد مثلي، بس أنا غبي لأنه حبيتها هيك، وفكرت إنه ممكن تتقبلوني إذا هربنا أنا وياها مع بعض. بس لا، بارفاتي هي اللي وقفتني. لكن أنت ليش كذبت على بارو؟ أنا ما كذبت عليها، أنا كنت رح أترك كل شي حوالي مبارح، بس وقتها سونهيري إجت لعندي. صح، أنا اللي قلت له إنه لازم نهرب وأقنعته بهالشي، بس لأني بحبه كتير فقبل نتزوج وارتبط فيه، وبعرف إنه ما رح تقبله. أنا متقدم جديد على الجيش وما عندي شي، ما عندي لا أهل ولا عيلة، بس لما فتت على البيت أنتوا حسستوني بدفع العيلة اللي فائدة. بس للأسف نسيت أنه اليتامى ما بحق لهم يعيشوا بالعيلة. أنا بعترف أنه اللي عملته هلأ فعلاً كان بأسلوب غلط، بس نيتي كانت صافية وما فيها أذى. وهلأ عن إذنكم. إيه يلا، أنا رح جيب حارس غيرك. امشي. لازم حدا يوقفني، وإلا مضطر إني انتقل للخطة الثانية وما لها نصيحة بنوب، واللي هي إنه هي الغبية المسكينة سونهيري رح تمرض وتموت من حبها إلي. استنى شوي. بابا شبك سكوت. شانتي، انت عن جد بتحبها لسون هيري؟ انا بحبها اكتر من روحي. اطلع بعيوني وقلي هالشي شانتي، انت بتحبها؟ وانت مستعد تتزوجها وترتبط فيها كل العمر؟ تنفير، لك انت شو عم تحكي؟ مو هيني عيريني سكوتك. شانتي، انت مستعد تتجوز سونهيري وتصير واحد من عائلتنا الكبيرة؟ وتكون صهري ومثلي ولادي؟ شو هالحكي اللي بلا طعمه؟ كل هذا وبدون شوري؟ موهيني، ليش هني أصلاً شاوروكي لما حبوا بعض؟ فاتركيني اتصرف. فوت سونهيري. بس فوت. ماما، اختي بارفاتي سامحيني، انا اسفه كثير. بترجاكي سامحيني. ايه شكرا لك. ليك وانا حكيت مع الكاهن، والخطبة بإذن القدير بكرة، والعرس منبقى منحدده بعدين، ومنتفق على كل شيء. دخيلك يا قدير، عندي 100,000 قصة وقصة، إمتى بدي لحق؟ هاي الصندوق أمن عليه.
أخي هاي الورد صار جاهز، شو لسه؟ لسه الحلو، روح جيبه. إيه فورا. يلا بارفاتي، بسرعة جيبي الأغراض اللي بدنا نعطيهم للكاهن. ليك رودرا، في شي ضروري لازم أحكي فيه أنا وأنت. شو؟ في شي مخبيتي لسه؟ لا، القصة أنا بدي إياك تسامحني، بس بصراحة كمان بخصوص شانتي في شي مو ظابط. أنت شو مشكلتك بارو؟ أول شي عملتي معي مشكلة وخانقتيني وقلتيلي إنه شب ما في منه، وهلأ غيرتي رأيك؟ معك حق بهالحكي رودرا، بس أنا هلأ قلبي عم يقلي إنه في شي كتير غريب. قهوة! مين جاي على باله قهوة؟ قهوة؟ شتابدي أنا قلت لك تعملي شاي ما؟ ما حدا هون بالبيت بيحب القهوة. لأني بصراحة ما بعرف أعمل شاي، ولهيك عملت القهوة. تعا ذوق شو طيبة. خد فنجان تشرب. أهلين عمتي كاشاليا، كيف صحتك؟ بارو، الشاب اللي شفناه وقت العرس شو اسمه؟ شانتي مو؟ إيه، وأنا متأكدة من اللي رح قلك يا هلأ. قليلي هو كان. إيه عمتي. ألو؟ ألو؟ عمتي علي صوتك ما عم بسمع. ألو عمتي؟ شو عم تعملي؟ شو بده يكون يعني؟ هدي حالك شوي، إذا ضل قلبك عم يدق هيك أكيد رح ينفجر. شو صار؟ ولا شيء. شو؟ أنت منيحة شتابدي؟ ها؟ جاي. ايه ما صار شي ومرقت على خير. بارفاتي، بس تخلصي اللي بايدك روحي وشيكي على الحلو اذا بتريدي، لانه الكاهن ما ضل له غير نص ساعه وبيجي، بس لازم تعملي الشاي بالاول. شو القصه بشو شارده؟ سمعتي شو قلت؟ لا انا بس. طيب ماشي، خلصي كل شي هون بسرعة وبعدين اعملي الشاي، وأنا رح أطلع لبرا وشوف إذا كله تمام. وينك متلي؟ جاي. أهلاً عمتي كاشاليا، أنا حاولت كتير إني أدق لك اليوم، قولي لي شو القصة؟ بنتي، تذكرت شغلة مهمة، وهي إنه أنا فعلاً شايفته لهذا الشاب، هو كان موجود يوم عرسي. كان موجود يوم عرسي؟ وحفيدي أخذ له كم صورة مع المعازيم. هلأ رح أبعت لك ياهم. إيه بسرعة لو سمحتي. وقتك لتطفي انت كمان. وين الشاحن؟ طولي بالك بارو، ما بصير تكوني متوترة هيك. ما
التقينا بشي محل؟ شو في هاد؟ سبق وشفناه بجبور مو هيك؟ فعلا شكله مألوف إلي كتير كمان. لمين هاي الصورة؟ يعني شانتي كان مع فارون وفارون كان مهرب، معناها هو مانو بالجيش مثل ما قلنا، وأكيد هو جاي لهم مشان ينتقم لقتل رفيقه. شو فيني أعمل؟ لازم روح وأسأله فوراً عن كل شيء. لا لا، إذا هو كان من رجال ديجوان معناها هو خطير كتير، وأنا لازم روح وخبره لرودرا بالأول، لأنه أكيد رودرا بيعرف يتصرف بالموضوع. فارفاتي يلا إجا الكاهن. يلا وهي كل شيء صار جاهز هلا. لازم اهدى، ما لازم حدا يحس علي، المفروض اتصرف بوعي. عفوا عمي. بارفاتي بنتي منيح اللي اجيتي، يلا فيك تجيبي الصحون لهون. بارفاتي بنتي شو القصة؟ يا بنتي باين عليكي إنك خايفة. حماتي مرحبا مدام. أهلين. ليكي بس إذا شفتي رودرا خبري إنه أنا عاوزته ضروري كتير. هاي سمرات هون. سمرات؟ آسفة آسفة كتير، عن جد أنا بعتذر. شتابني؟ هلا بيجي. إذا سألوك عني قولي لهم أنا راجع بعد شوي لهون، ماشي؟ في شي غريب، يا ترى ليش بارفاتي متوترة هيك؟ المشكلة ما في بالصورة دليل غير أنه هو مع فارون، وضروري لاقي دليل أقوى من هيك حتى أقدر واجهه فيه. هديك الصورة يوم اللي فتت لهون وشفتها هو أخذها من إيدي بالقوة، بس ليش؟ شو كان عم يخبي؟ من فترة مات أخي الكبير، ومن وقتها أنا صرت خاف كتير. ليكك يا مدام عرفت الحقيقة كلها، جهزيلي حالك. صرنا قرايبين. ها؟ تتذكري من هذا اللي بالصورة؟ أكيد ما نسيتي. فارون، الرجال اللي كنتي بدك تتجوزيه، هاد فارون بيكون أخي الكبير. فارون أخوك؟ وبعدين كيف وصلت على الجيش؟
في طرق كتيرة لحتى تقنعي العالم، وأسهل طريقة إنك تكذبي. وهالشي بيعني إنه كل شي صار كان بسببك أنت؟ أكيد ما كنتي متوقعة هيك، إنه يلي بيحميكي مجرم. صرت اتحرك بعد ما شلت كل الاتهامات عني، بس رودرا معه حق، على طول معه حق. هو بلش يوثق فيني ورح يعرف نتيجة هالثقة. عدي! ليش بدك تأذيني لإلي؟ وليش عم تعمل هيك؟ رح قلك، بدي شوف الخوف، لازم شوف الخوف والشك على وجه السيد رودرا. هذا هو هدفي، نقض الضعف لرودرا هي انت وبس، وهذا بحد ذاته مفتاح سعادتي. بس اوصل لهالشي سعادتي ما رح تخلص. انا مقرر اقتل سون هيري، وقبل ما يستوعب السيد رودرا صدمته بموت اخته رح يخسر مرته كمان، لانه حضرتك نزعتي لي كل الخطه. على كل مو قصه، ما بتفرق كيف، بس اللي بيهمني انه رودرا يعاني، وهذا الشيء اللي بيخليني فرحان. وليش سون هيري؟ لانه رودرا قتل لي اخي، ولحتى اعتبر حالي اخذت بتاري لازم انا كمان اقتل اخته. عمي كل الاغراض صارت عندك. رودرا بارو عم تدور عليك. وينها؟ هي راحت من هون. بس يا شانتي، رودرا قتل واحد مجرم. قتل واحد عدو لهالبلد. هو قتل واحد مهرب وما بيستحق يعيش ابدا. شو رأيك تسكري تمك؟ فهمتي؟ بلا حكي فاضي. وقف مكان، وقف. هالشي غريب كتير مو؟ تلاتتنا اجتمعنا سوا، بس الطابة هلأ ما أنا بملعبك بنوب. إذا بتمس شعره منا يا ريت أنت تخرس، لأنه إذا بتحكي رح فضي هالمسدس براسها. شو؟ شو رأيك؟ ليك تركها تروح، هي ما دخلها بشي، خليها تروح. لا ولو شو؟ قرايبتي ها؟ هي بتقربني وترملت من قبل ها؟ يلا ما بدك تقيله الحقيقة؟ ها؟ فشرت كون بقربك. شو؟ يلا يلا لشوف، بعرفك واحد ذكي. معقول ما عرفت كل شي عني؟ ها؟ تركها تروح. بعد بعد أحسن ما أوس. هي شو دخلها؟ أنا يلي قتلته لأخوك، وليكني واجهني لألي، أوصني. يلا لشوف. بتعرف شو؟ عجبني الرعب والذل اللي بعيونك. هلأ بس اقتلها من شو؟ لا شانتي لا، خليها تروح. وليش هيك أنت مستعجل؟ بالأول في خدمة بدي إياك تساويها. قول قول. اعتذر مني. يلا اعتذر. ماشي ماشي. بترجاك رودرا لا تعتذر منه، هو ما بيستاهل. خلصي. يلا يلا عرجليك، يلا بسرعة. ماشي ماشي. لا اوعى ترد عليه رودرا. اهدي بارو، بدك اعتذر؟ ماشي رح اعتذر. لا تأذي بارو، رح اعتذر فورا. يلا لشوف. سامحني. لا مو هيك، اعتذر منيح، بدي اياك تورجيني انك ندمان من كل قلبك. يلا سامحني سامحني لأنه قتلت أخوك،
سامحني. بارو يا واطي، عن جد برافو عليك، قوس. يلا ولا تغلط بهدفك وتخليني عايش، ولا انت اللي رح تموت بعدين، فهمان؟ خلاص، اعتذاري منك كان صادق. انا بعرف انه ما كان لازم اقتل اخوك، يلي كان لازم اعمله انه احبسه مشان يتعذب اكثر، لانه هو وقتها كان رح يتمنى انه يموت باسرع وقت، ورح يضل قاعد وناطر حبل المشنقه. لهيك انت ما رح تموت فورا، ما رح تموت بهالسهوله. كيف تجرأت تمد ايدك على بارو؟ كيف هيك بتمد ايدك على بنت؟ كمان ما رح ينشف غريني منك. يلا اضرب، شو مفكرني خايف؟ اضرب كمان كمان. استني وشوفي كيف رح انتقم منك، شو ما كان التمن. بارفاتي سيدي، شو بنعمل له؟ هالندل لازم يتعذب كتير. انت عار على الجيش، شوه صورة الجيش كله ولازم يتعاقب. بالعكس انت لازم تتشكرني. هذا واحد وسخ يا امان، هو غلط كتير لما اجا وفات على هالبيت. كتير سهل على الواحد يعمل اي شيء لما يكون حاسس بالقوة يا رودرا، وانت طلبت مني اني اوسك وانا ما رضيت. بس لا تفكر انك رح تمرق منا، انا رح ارجع لك. انا ما بترك شغلي بدون ما اخلصه على الاخر. يلعن رودرا، لا تخليه يجرك للي بده اياه، اتركه. حدا يلا تخرس وتوقف للبكاء. لا تكوني مفكرة اني كنت عن جد بحبك يا غبية، انت كنت طعم مو اكتر. شو؟ كنت مصدقة؟ شو كسر قلبك؟ ها؟ شو فكرة يعني؟ أنا معقول حب واحدة مثلك؟ لك أنت شو عمية؟ شو رأيك تسكر تمك؟ وإذا لا؟ شو بدك تعمل؟ رح تضربني مثلاً؟ حسابك مو هون. بارفاتي، أنا حذرتك رانوان، قلت لك ما بروح بدون ما انتقم. رودرا ليكا صحيت. بارو ليك، رصاصة ما صابتها، اجت من حيط. حرة حظك حلو انه هاي المرة نفدت، بس المرة الجاي رح تموت، رح ارجع لك. بعدك اني رح ارجع لك ورح اخذ دكاري منك. رودرا انا رح احكي الدكتور بسرعه كرمال نطمن على بارو. شو صار؟ طمنينا. لا تخافوا عليها، بس بدها شويه رياحه. صار معها شي صدمه؟ يعني ما بتخيل هي كانت صدمه. خلص بس لا تصحى، اكيد هي رح تحكي لنا كل شي صار. بارو شو صار؟ انت منيحة بارو؟ ليش غميتي؟ انا منيحة رودرا. ما انك منيحة، لو كنت منيحة ما غميتي. يلا قليلي شوفي. وعلى شو عم تضحكوا؟ خلصوني احكوا شوفي. ولا شي ابني، هي منيحة، وهلأ مرتك بتخبرك بكل شي. شو بدها تخبرني؟ كيف قدراني تضحكي؟ يعني كيف رح نخبرك إذا أنت ما عم تسكت أبداً رودرا؟
يعني إذا ما سكتت أنا كيف بدي فهمك أنك رح تصير أبعن قريب؟ بارو أنا شو قلتي؟ شو صار؟ شبك رودرا؟ ولا شي. أنت رح تصير أب رودرا. مو معقول. شو كان صعب هاليوم؟ ايه عن جد هاليوم بشع، ما كنا متوقعين يصير معنا كل هالمصايب. وقبل ما تنبسط وتفرح لي بسلامة كنتك، تذكر انه بنتي هي كمان التغت خطبتها اليوم. لازم تنبسطي انه هاي الخطبة التغت، وفرحي لانه نحن لحقنا حالنا، وإلا هالشي اللي صار مع بارفاتي من شوي كان رح يصير مع بنتك. أخي أنا هلأ بعدت لبنتي سونهيري على بيت عمي تقضي كم يوم عنده، وبس ترتاح شوي برجع. برأيي لا تبعتها، خليها تضل بيناتنا، وبس تتحسن رح تنسى هالموضوع وتكمل عادي. صحيح. أنا كمان بدي أخبركن هلأ خبر حلو. ميتالي بنتي؟ ايه عمي قلي. روحي جيبي الحلوان وضيفي كل الموجودة. يلا تكرم عينك. يعني انتي رح تصيري اب؟ لا قصدي اقول رح بتصيري ام؟ لك انا فتت بالحيط. انتي مبسوطة؟ طبعاً. كيف بدي يكون لكان؟ رح طير من الفرحة. وانت هلأ بدك تصير أب يا رودرا، مبسوط؟ قلي. لازمك شي تاني؟ ايه أنا بدي منك شغلة. ايه قولي شو بدك؟ لما رح يولد ابني يا ميتالي أنا بدي منه أنه ينادي لك خالتي. في مشكلة بهالشي؟ جاوبيني ميتالي. ايه أنتي رح تكوني مثل أمه، أنتي عن جد أختي ميتالي. ابني محظوظ لأنه أنت خالته، وأنا بعرف أنه رح يحبك كتير. وعن جد أنا بعرف كتير منيح شو اللي عم تفكري فيه هلأ، بس أوعى تكوني زعلانة مني. اسكتي. معقول أزعل منك؟ أنت أختي. يلا ارتاحي هلأ، الدكتورة قالت إنه بدك رياحة، وإذا عتستي شي ناديلي. سطحي. تركي من إيدك، ارتاحي. شو؟ غريب، شو صار لك؟ انتي كيف قدرتي تعملي هيك؟ شو؟ كيف عرفتي إنه هي زعلانة؟ بارو أنا لهلأ ماني قدران استوعب وماني عارفان. أنا ما بعرف كيف بدي ربي لي الولد، يعني أنا ما تخيلت إنه يصير هيك. ليكي عن جد ما بعرف شو بدي أقولك بارو، بس يعني اتضايقتي مني شي؟ يلا نام ولا تاكل هنشي، انت رح تكون أعظم أب هالدنيا. ماني متأكد وخايف كتير، خايف إني أغلط نفس الغلط يلي عملوه فيني أهلي من قبل.
ما رح يصير أي شيء من هاد رودرا. لا تاكل هم، أنت بتعلمه كل شيء وأنا رح أهتم فيه. رح أتعلمه كيف يكون بطل وقوي، وافقت؟ وأنا بعلمه الباقي. أكيد رح يكون طيوب مثلي. أول ما ابنك يلعب معك ويحضنك كل عصبيتك هي رح تروح فورا. يلا جهز حالك رودرا، حياتك كلها رح تتحول لحب وضحك. لمشاهدة المزيد من الحلقات يمكنكم الاشتراك في قناتنا وتفعيل الإشعارات لتكونوا أول من يشاهدها.